هلا احنا بدأنا التروية تولنا هذا اليوم الثامن ذهبنا الى عرف. اسمه ايه عرف يا سيد الشيخ؟ يعني احنا للأسف نسمع دروس في الحج، دروس كيف تلبس وين تخيطها، اوعى تحط ريحة، اوعى في راسك ما مشيرش هذا الحكي. بعدين من حجة طيب ماشي، شو عرفها؟ وين كان عرفها؟ انو يوم السابع ولا التاسع ولا العاشر ولا التاسع؟ هيك ولا حكمة؟ اسمع عظم الله، الحج عرفة، الحج عرف، فلا حج بغير عرف. فانت لا تعرف عرفة، مين قال لك انك حجة؟ كيف الصلاة القبلة؟ فاذا انت لا تعرف قبلة ولا تتوجه الى قبلة، مين قال لك انك صليت؟ مش هيك؟ طيب الحج عرفة، عرفة واضحة من عرفة تعرفة، هذه ليس لها الا محمد عليه الصلاة والسلام هو اللي اولها. في حديث صحيح قال ان الله اخذ الميثاق من ادم وبنيه بنعمان يوم عرفة. بحث بنعمان يوم عرفة، في حديث يروى عن ابن عباس هو نفس الطريق انه بنعمان شوف يعني عرفة، بنعمان يعني عرفة. هذه الرواية ضعيفة، الرواية الصحيحة بنعمان يوم عرفة مش يعني عرفة. فبصير عندك مكان وزمان، يوم عرفة يوم عرفة، والمكان نعمان. ها جميل عظم الله. اولا سلهم اين نعمان، بيقول لك هذا وانت طالع من مكة على اليمين، بعد ما تطلع من مكة في جبل على اليمين اسمه نعمان. طب ان كان كذا يعني هو قديش بين نعمان وبين عرفة؟ ان ولابد هاي نعمان، طب ما نوقف على نعمان، مش اخذ الله الميقات بنعمان يوم عرفة؟ من روح يوم عرفة نعمان، ليش نوقف على هذا؟ ليش على هذا الجبل نوقف على هذا؟ مش هو هون صار واضح اخواننا؟ وكم بينهما؟ واحد. الامر اعظم، ان الله شوف ما اجمل كلام النبي، وانه احنا لا نتدبر بنعمان يوم عرفة. فالميثاق على ايه كان الميثاق؟ أن لا إله إلا الله. جميل. ومسح على ظهر آدم وأخرجنا كل إحنا الحضور وبني آدم جميعا كنا حضورا. قال ألست بربكم، لاحظ ما قال أنا ربكم، هو ما أعلمنا، هو قررنا تقريرا، ألست بربكم؟ قلنا بلى. واضح هذا هو الميثاق. وين كان؟ بنعمان يوم عرفة. اجمع نعمان عرفة وعرفة نعمان، فنحن عرفنا الله لاحظ بالنعمة. فالتعرفة بيننا وبين الله النعمة، مش احنا بدأنا الحج على الانعام والنعمة؟ واول ما بديت له كشفته انه انا ما في شيء مني، كله الك. لاحظ، فنحن نعرف الله بايش يا سيدي؟ يعني التعرفة انه ربنا. لاحظ ما قالش ألست بإلهكم ربكم، شو يعني الرب؟ الرب اللي هو يطعم ويؤمن وينعم، لا اله الا هو. فكيف تعرفه؟ يعني انت ربنا بماذا؟ بالنعمة. فلاحظ في سورة النحل اللي من اسمائها سورة النعم، سورة النحل من اسمائها سورة النعم، قال الله شوف اسمع، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. شوف، يعرفون النعمة ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فنحن نعرف الله بالنعمة. فلما أخذ الميثاق أن لا إله إلا هو، إلا هو، وين كانت؟ بنعمان النعمة وعرفة. واضح إخواننا؟ فعرفة يوم عرفة، يوم عرفنا الله بنعمته علينا. وذرني والمكذبين أولي النعمة. كيف بتكذب وانا انعمته علي؟ انا مش بطعمين؟ مش بيكونوا في العيب؟ بعض الايد اللي بالطعمين بصير. وهذا كأن الله بده يقولنا يعني انعمت وتكفروا. واضح يا اخواننا؟ بنعمان يوم عرفة. طب عرفة حديث النبي الصحيح في يوم عرفة قال الا ان الزمان قد استدار على هياته، يعني رجل يوم خلق السماوات، يوم خلق الله السماوات والارض. فيوم عرفة رجع الزمان تماما كما كان. في التاسع من ذي الحجة او الحجة، واضح اخواننا؟ شو صار في التاسع من ذي الحجة؟ شهدنا لله
انه ربنا. ففي هذا اليوم عرفة انت لازم تستذكر واحد ماذا جرى في عرفة. شو صار في عرفة؟ قلنا لله انت ربنا على ماذا؟ على النعمة. طب هذا موافاة الميقات والزمان. طب وين نعمان المكان؟ انتم اقرب الناس اليه. اذا بتتولوا الى المشرق شايفين الطوق؟ هذا هو نعمان اخو. شايفينه نعمان؟ فجمع الله فيه البيتين، البيت الحرام والبيت المقدس. فاذا كنت بمكة لاحظ تجمع الميقات، ثم يجمع الميقات المكان بنعمة. لاحظ وين؟ قال في سورة التين، شوف، والتين والزيتون، لاحظ، وطور سينين وهذا البلد الامين. طبعا سينين من سينا يا اخوانا، اوعى ديروا بالكم، ولا حتى علماء المسلمين متفقين انه سينا هي اللي هذول اطلاقا اخوان، في خلاف، يعني هذا ليس من ثوابت الدين اطلاقا، بالعكس الميثاق بنعمان الطور. اسمع شو بدي اقول، الميثاق كان بنعمان الطور. وين الدليل؟ في سورة النساء قال الله، اسمع، عن بني اسرائيل، واذ رفعنا فوقكم الطور، شوف، بميثاقكم. شوف الطور والميثاق، الطور والميثاق. روح لسورة الاعراف آية 171، قال الله، اسمع، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. أنه جبل؟ الطور، اتفقنا بصريح الآية. اسمع، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. فآية الميثاق اللي في الأعراف جاءت مباشرة بعد ميثاق الطور. فنعمان الطور، واضح؟ هذه الأرض المقدسة، أرض ليه؟ المسميها المباركة، والنعمة ما هي معروفة، واضح يا اخوانا؟ البيت الحرام بواد غيري. طب وين النعمة؟ النعمة بهذا البيت، هذاك البيت الامن، هذا بيت الايه؟ الطعام لا امان فيه. عمركم شفتوا فيه امان؟ حتى اذا امن فنزلت به الخلافة فقد اختربت الساعة، لانه انتهى، خلص، انتهت، تحولت السنة. واضح؟ نعمان هذا الطور، ودير بالك، اوعى تظن انني اخالف متفقا. الطور الذي في سينا ليس اتفاقا بين احد، هذا قول شائع، ليس الا ما قاله نبي الله عليه الصلاة والسلام ولا ثبت عنه بصحيح. كثير من الناظرين والدارسين وعلماء المسلمين يعلمون ان هذه ما لها علاقة في سينا. وقول الله في سورة المؤمنون وشجرة تخرج من طور سيناء، السين في العربية بدليل، والتين والزيتون وطور سيناء، ولا طور سيني؟ سيني. فلو كانت سيناء سيناء، فالسين بالعربية الشجأ، الجبل المشجر المثمر. أيوة سيني، جبل الزيتون وما أدراك. واضح أخواننا؟ فيجتمع البيتين. فالله لا إله إلا هو، هذه أرض المحشر والمنشر، كما بدأكم تعودون لما أخذ علينا الميثاق، كان في التاسع من ذي الحجة عند هذا الجبل. واضح أخواننا؟ لا تستغرب انه اليهود تاركين سينا بعيد عنه، وبيشتروا على الطور القبر $50,000. فلو كانت سينا هي وما ادراك عندهم ما تركوها، بالعكس من لما راحوا عليها فتحوا فيها بيوت دعارة وتلات. واضح اخوانا؟ فتردش، ما كان لها علاقة. بنعمان يوم عرفة، واضح؟ ما يروى انه سمي عرفة لانه ادم وحواء تعارفوا فيه، هذا حكي افضل من الفاضي، ولا ينبغي ان يتابع ولا ينبغي ان يكتب. والاصل انه علماء المسلمين يشدوا على حالهم شوية ويمحوا بلا حكي فاضي. طيب